فيلم شفته لا بلانيت دي سانج دايور ليماج الاخر نتاع الفيلم ما ماركي على الاخر معناتها اثرت فيا برشا هي شارلو نيستون كي يشلق ونشلق نحن لي سبيكتاتور اللي هو في نيويورك اون فيت الحكايه صايره هذيك لا ستاتيو دو ليبرتي مكسر على البحر معناتها فهمت انا تولي ديك سي ليماج لا بلو ماركونت دو بروميير فيلم لا بلانيت دي ساج شفت قدي عمري 6 سنين 7 سنين حاجه هكا سي تي ان غران مومون دو سينما في حياتي معناتها سي ان شوك فيزوال Et voilà. Les premiers souvenirs que nous avons à travers la télé, quand nous voyons le parterre entre les acteurs ou les réalisateurs, Masriyin ou Twins ou Kulchei ou les FR, nous sommes ensemble dans Fard Espace. Et donc, le premier souvenir, paradoxalement, j'ai une telle action dans une salle de cinéma. 94 وقتها كنت نقرا في الياشوسي نهبط من الياشوسي داير كنا نفسهم من القرايه ما مشيوش نقراو نجيو ونتذكر نهارتها معناتها ما تنجمش تعمل اكثر من 3 افلام في النهار فهمت بس صدقني من النهار الاولاني نهار الاخراني كل يوم نعمل في 3 افلام 3 افلام 3 افلام ونتذكر البرمجه عامتها برمجه خياليه معناتها نتذكر فما لو سيكل لانيموريتي لو سيكل المودوفار نتذكر وقتها جابوا لا تريلوجي كيسلوفسكي بلو بلون روج نخلطوا لها بعد معناتها نتذكر اكزاكتومون شنو اللي فما في لي ريتروسبكتيف وكل شيء معناتها يظل ذيك اكثر مره يظل مشيت فيها للسينما معناتها تخمه حتى في كان ما عملتش هكاك معناتها العرض الاول نتاع في عينيا في ايام قطر السينمائيه كان عرض مهم برشا وكانت دوره كبيره ياسر علاش على خاطر عشناها من داخل عشناها في المسابقه مش كيما تعيشوا في المسابقه كيما تعيشوا خارج المسابقه لو سنه غير نفوا مش كيف فهمت الجمهور والجمهور والجمهور كي يضحك برشا جمهور كي صفق يصفق برشا ويصفق في الافلام جمهور يتاثر كي يتاثر برشا مع الافلام فهمت معناتها الجمهور اللي يعطيك الرسم الصحيح في شنو هو قاعد يخمم على الفيلم مارلون براندو اونازي بريسيزيمون طوكيو C'est une ville cinématographique. Ou d'ailleurs, j'ai une idée. Inch'Allah, nous allons faire un film peut-être au Japon, mais je ne sais pas. La liberté de faire. Elle est importante, beaucoup. On aime ou on aime, c'est l'écriture. لاحظتين صاروا وفي زوز افلام عملتهم اللي هما ما نعرفش صدفه ولا ليه صاروا لي في الكاستينج الاولاني مع لبنى نعمان نهار اللي جاتني اول مره وقتها باش في باستاردو من 10 من الناس ما شفتها كان هي ودخلت من 5 سكوند الاولانيين شفت الشخصيه قدامي كل لحظه ذيك بالنسبه لي انا مغامره انسانيه معناتها اون اكسبيرونس يومين كبيره برشا والمره الثانيه نهار اللي جاني الوليد دريس اللي هو كنت صدقني في عيني كنت كان ما لقيتوش اني وقفت الفيلم ما نعملوش معناتها هذاك اكثر حاجه كانت مخوفتني في الفيلم فما لو بورتري دو دوريان غري نتاع اوسكار وايلد لو شوك فيزوال نتاعي معناتها اللي كليتو نهار لي ديفاين ممثله اللي هو راجل يمثل امراه السن الاخرانيه تاع بينك فلامينغوز نحكي لك ولا ما نحكي لكش خير ليه باش تقول سوا في المونتاج Trois couleurs bleues de Kieslowski. Je l'ai vu au JCC d'ailleurs. Je l'ai vu au JCC d'ailleurs. Cinéma. On reprend où là? Et pourquoi pas?